ميدان كبار بحكم السواق الامن الوطني، خاصه السواق تحسيسهم تاعكم سوت 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 رمضان بدون ان شاء الله. في إطار الحملة الوطنية التحسيسية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار معا لرمضان دون حوادث، أمن ولاية الواد وبالتنسيق مع قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية ومختلف الشركاء تطلق هذه الحملة التحسيسية والموجهة لفائدة السواق ومستعملي الطريق حول ضرورة أخذ الحيطة والتقيد بقانون المرور.